سجلت المختبرات الوطنية المعتمدة 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6418 حالة في المغرب. وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة بعد التوصل بالتحاليل السلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس قد بلغ 65397 منذ بداية انتشار الفيروس في أرجاء البلاد. وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي في تصريحه اليومي أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، ليظل العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة. وأكمل اليوبي بأنه تم تسجيل 180 حالة شفاء إضافية، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2991 حالة، وذلك في الفترة الزمنية بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الاثنين ونفس توقيت اليوم الثلاثاء. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.